في البداية أنا أحب الأظافر اللي تجي طويلة وقوية، وما كنت أؤيد الأظافر التركيب أبداً. كانت مشكلتي مع أظافري ضعيفة وما كانت تطول، ولو طالت على طول تنكسر. فبالتالي أنا دخلت كذا وسويت منتجات مع بعض، صرت أنا أستخدمها لي شخصياً، يعني كان هدفي بس أنا أبغى أظافري تصير قوية وتطول فقط، لا أقل ولا أكثر. وفجأة أظافري صايرة كأنها تركيب. حلم كل فتاة أظافر قوية وجميلة ولامعة. هذا الحلم قررت ريناد الشهري جعله حقيقة، خاصة أنها تعاني من أظافرها الضعيفة والمتكسرة. درست كيمياء سنة كاملة، وكان دراستي في الكيمياء صار عندي خلفية من كيف يعني المواد لما أدمجها مع بعض إيش ممكن تعطيني نتيجة. فواحدة من صحباتي الله يذكرها بالخير نظرت فيني، قالت ريناد زين المنتج فرق معك وحل مشكلتك وحل مشاكل بنات كله. وقررت إيجاد حل جذري بدلاً من الحلول المؤقتة، ليتحول اليوم إلى مشروع تجاري يدر لها الأرباح، خاصة أنها تدرس الكيمياء. فقررت الاستفادة مما تعلمته وتوظيفه ليعالج مشكلتها، لتتوصل إلى منتج جعل أظافرها قوية وجميلة. وأصبح السؤال الدائم لها ماذا تستخدم؟ هذا ما دفع صديقاتها لتشجيعها على بيع المنتج، لا سيما أنه آمن، ليصبح مشروعها التجاري الناجح الخاص بها. فهل فكرت يوماً أن مشاكلك قد تكون مصدراً لمشروع جديد لم يخطر على بالك؟